تنتج السمكي بالمغرب، خاصة أن مدينة الدار البيضاء هي قريبة من واحد المجموعة من المصايد، خاصة أن اليوم في إطار هذه المخططات ديال الصيد هذا نضمنا واحد المجموعة ديال المصايد اللي هو قريبة من هذا الميناء اللي غتجعل أنه المراكب تولج للميناء في وقت وجيز، إذا هذا كيساعد على التثمين ديال المنتوج.